هاي، ازيكم؟ انا هالة عصام، اخصائيه نفسيه اكلينيكيه متخصصه في الاضطرابات الجنسيه والصدمات النفسيه. في ناس كتيره بتسال يعني ايه سكسولوجيست، يعني ايه بشتغل مع الاضطرابات الجنسيه. انا مينلي كنت شغال اول مع الصدمات النفسيه خلال ال5 سنين اللي فاتوا من دراستي مع اللاجئين او مع الاضطرابات الجنسيه. اهتمامي كان بيزيد بالاضطرابات الجنسية وبدأ يجي لي كلاينتس كتيرة بيجوا يتكلموا يقولوا لي انتي بتشتغلي مع مين بالظبط؟ طب احنا كابل لسه نيولي مارد، عندنا مشكلة سيكشوال ومش عارفين نعمل ايه. طب انا عندي مشكلة في الكوميونيكيشن مع البارتنر بتاعتي، طب انتي هتشتغلي معايا في دي ولا لا؟ الحقيقة ان انا عشان اشتغل سيكسولوجي فانا الباك جراوند بتاعتي كانت اكبر بكتير من فكره السيكسولوجي. انا كلينيكال سايكولوجيست، فانا اوريدي اشتغلت في مستشفيات نفسيه، اشتغلت مع سايكوتكس، اشتغلت كابل ثيرابي، لان السيكسولوجي مش بس ان انا بشتغل على السيكشوال بروبلم، لكن الداينامكس بتاعت العلاقه مهمه قوي، التواصل الكوميونيكيشن بيني وبين البارتنر بتاعي مهم قوي، اللايف ستايل بتاعي مهم قوي، الليفل بتاع الاسترس اللي موجودة عامة في حياتي مهم قوي انه يؤثر على حاجات كتير قوي سيكشوال، سواء خاصة بيا او خاصة بالعلاقة الانتيميت بيني وبين البارتنر بتاعي. كمان في ناس كتيرة قوي بتكون اشيمد انها تيجي تحكي مع حد بروفيشنال، وبتبقى خايفة من الجادجمنت، بتبقى خايفة ان ده خبطها في نظرتها لنفسها او نظرتها لجسمها. لكن في الحقيقة ان انا اشتغل سيكسولوجيست محتاجة ان انا اكون open minded جدا لكل البني ادمين، كل الكلاينتس اللي انا بشوفهم، لان هم بني ادمين. المساحه دي موجوده، مساحه امان، اقدر اعبر فيها عن نفسي، اقدر اعبر فيها عن اتجاهاتي، عن ميولي الجنسيه، رغباتي ناحيه الحاجات المختلفه، من غير ما اكون خايف او خايفه من الجادجمنت بتاعي انا ناحيه الكلاينت بتاعي. لو انت حاسس ان انت عندك مشكله معيقه لحياتك او مضايقاك جدا سيكشوال او ليها علاقه بالبارتنر بتاعك، او انت حاسه ان في مشكله مش مخلياكي مستمتعه بالعلاقه السيكشوال بتاعتك، دي حاجه بتتحل، ودي حاجه مش صعبه قوي ان انت تستراجلي في حياتك او ان انت تعاني بيها فتره طويله. انا موجوده، اسمي هالة عصام ومستنياكم.